واشرأبت اليهود والنصارى والمسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية. وبهذا الموقف العصيب والمخاطر أصبحت تلوح بالأفق، استقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلافته. هكذا وصف عروة الأجواء في المدينة لحظة استلام أبي بكر للخلافة. ولما بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ارتدت العرب، إما عامة أي بإعلان الخروج عن الإسلام، وإما خاصة أي بالامتناع عن الزكاة. وقد ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة في كل قبيلة، ونجم النفاق، واشرأبت اليهود والنصارى والمسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم. هكذا وصف عروة الأجواء في المدينة لحظة استلام أبي بكر للخلافة. وبهذا الموقف العصيب والمخاطر أصبحت تلوح بالأفق، استقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلافته، ومع فداحته إلا أنه انتظر ما هو أشد فداحة منه، فقال لمن حوله لما جاءتهم هذه الأخبار: لن تبرحوا حتى تجيء رسل أمرائكم وغيرهم بأدهى مما وصفتم وأمر. فلم يلبثوا أن قدمت كتب أمراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم قبيل وفاته من كل مكان بانتفاضة عامة أو خاصة. فالأمر كان صعب وشرس على الإسلام، والحال كان مظلم وأشد قتامة، ولكن أبا بكر لم يهن ولم تلن له قناة، وإنما أصر على تأمين الدولة الإسلامية ضد أي خطر مرتقب من الخارج عن طريق إتمام أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببعثة جيش أسامة، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الخروج على الإسلام في الداخل. ولما قال له الناس إن هؤلاء أي جيش أسامة جل المسلمين، والعرب على ما ترى قد انتفضت بك، فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين، فرد عليهم: والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعثة أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. وما هي إلا ساعات حتى انتهت مناقشة هذا الأمر مع مجموعة أهل الشورى من كبار الصحابة بالمدينة، فودع أبو بكر الصديق أسامة وجيشه حيث أوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسير، وجمع من عنده قدرة على حمل السلاح من الأعراب الذين كانوا يسكنون حول المدينة ليكون منهم جيش دفاع عن المدينة المنورة. ثم جعل كبار الصحابة في نقاط مراقبة على منافذ المدينة إلى البادية، ومنهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود. وجدد طلبه من أهل المدينة أن يكونوا في المسجد استعدادا لكل طارئ، وقال لهم: إن الأرض حولنا كافرة، وقد رأى وفدهم قلة، وإنكم لا تدرون أليلا تؤتون أم نهارا، وأدناهم منكم على بريد، وقد كان القوم يأملون أن نقبل منهم ونوادعهم ونبذنا إليهم عهدهم، فاستعدوا وأعدوا. فلم تمضي سوى أيام ثلاثة على خروج جيش أسامة حتى اقتحمت المدينة من المرتدين ليلا، وذلك بعد أن اطمأنوا إلى أن جيش أسامة قد ابتعد عن المدينة وازداد بعدا عنها، فظنوا أن المدينة في ضعف. فأوصل المراقبون خبر زحفهم إلى أبي بكر الذي كان مرابطا بمن معه في المسجد، فأرسل إلى الصحابة الذين رابطوا على مداخل المدينة أن اثبتوا لهم حتى ألتحق بكم، ثم أسرع إليهم بمن معه، فانهزم المغيرون وولوا الأدبار ولحقهم المسلمون على إبلهم. ولكن المسلمين فوجئوا بأن هؤلاء المغيرون ما هم إلا طليعة لجيش يختبئ خلف الجبال، فاشتبكوا معهم، فأخرج المرتدون قيربا لهم قد نفخوها كحيلة لتخويف الإبل،
ودحاروها بأرجلهم في وجه إبل المسلمين، فنفرت الإبل خوفا منها حتى انقلبت بمن يركبها من المسلمين إلى المدينة واضطرب صفهم، فشق الأمر عليهم، وفرح المرتدون بذلك الحدث الذي كان من الممكن أن يكون بداية لتضييق الخناق على المدينة ومن فيها، من حصار المدينة بوجود النبي من الأحزاب إلى حصار من المرتدين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولكن أبا بكر رضي الله عنه لم يمهلهم، وإنما سابق بهم الزمن وأعاد ترتيب جيشه صباح اليوم التالي بحيث يستغني عن الإبل تماما، ثم خرج إليهم ماشيا في آخر الليل بجيشه مخليا الإبل بالمدينة، وعلى الميمنة النعمان بن مقرن، وعلى الميسرة عبد الله بن مقرن، وعلى المؤخرة الجيش سويد بن مقرن. فما أصبح الصباح إلا والمسلمون يضربونهم بالسيف، فولوا الأدبار واتبعهم المسلمون، وترك أبا بكر النعمان بن مقرن في عدد من المسلمين، ورجع أبي بكر بالناس إلى المدينة بعد أن أمنها من الخطر. فارتفعت معنويات المسلمين بهذا النصر، وثبت مسلم القبائل المحيطة بالمدينة على دينهم، ووافق ذلك وصول أموال الصدقات من عدة جهات، فقد جاء صفوان بن أمية بصدقات بني عمرو وذلك في أول الليل، وجاء الزبرقان بن بدر في وسط الليل بصدقات بني عوف، وجاء عدي بن حاتم الطائي في آخر الليل بصدقات قومه، واجتمع كل ذلك ليكون منة من الله على المسلمين الذين ثبتوا مع أبا بكر في مواجهة هؤلاء المرتدين. واكتملت الفرحة بعودة أسامة بجيشه منتصرا، ومع أن النصر الذي حققه أبي بكر قد فت في عضد المرتدين والمنافقين، وجعلهم لا يفكرون بعدها في مواجهة المدينة، إلا أن الصديق رضي الله عنه لم يرضى بنصر ناقص، لم يرضى بأقل من أن تعود الجزيرة العربية إلى سالف عهدها قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون فيها العزة لله ولرسوله وللمسلمين دون سواهم. لم يرضى أن يكون بجزيرة العرب مكان يعبد فيه الشيطان، فاستخلف من توه أسامة بن زيد على المدينة وقال له ولمن معه أريحوا، ثم خرج بحامية المدينة التي خرج بها من قبل، إلا أن كبار الصحابة أشاروا عليه بعدم الخروج.